جايز وياكم اخوكم سعد او علوش من قناة سامرون سمارت. طبعا اليوم جايبي لكم الفيديو الجديد. طبعا ادري ما صار لي هواي بناشر، بس ان شاء الله راح انشر كل اسبوع فيديو واحد ومختلف. طبعا ما اطول عليكم، اليوم راح نصب على ولد صديقنا. طبعا يعني نصبة قوية، ما اريد اقول لكم المواضيع. بس قلت احكي ماشي؟ عادي احكي احكي مو مشكلة. بس يلا بس ما حاكي من تخابر. اوكي وما نسد احشوها ترى. ايه احمي 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 لك ابو الصوف. صوصو قال لك على راسي صافي لك مشتاق لك يا ولد. شلونك يا معود؟ انت شو اخبارك؟ لك والله انا ماشي بهالدنيا، انت شو ماكو لا تسال لا شي معود. انت خليك عادي ماشي. اوكي شوفي تمسح مصطفى. يلا يا الله خلال الطرف. وين مصطفى حالي؟ يا الله هسه راح يتخبر من ورا المروحة. اسكت اسكت. الو اهلين عيني ابو الشباب. شلونك؟ هلا حمودي شلونك؟ الحمد لله. شلونك شخبارك؟ الحمد لله. انت شلونكم؟ الحمد لله. شو تسوي؟ والله قاعد يا اخي. لك مشتاقين حيوان. ايه شنو سعد تقول عندكم فاينلز انتو؟ شنو انتو سمستارات؟ لا معود لساني بعد نسوي. انتو انتو سمستارات ولا تراي مستر؟ لا سمسترات. ايه اقول لك انا السمستر الثاني حروح على الانجلش وان. والله لك كان هسه انا بالانجلش وان واي ال دي بعد. احنا انا مدتي تراي مستر فلهذا. انا عندي انجلش وان واي ال دي 4. ALD4 لا انا ALD بس مو مستوى ALD بس هيك شي يسموها خاب نسيت بس شي يسموها المهم وها هي انا انجلش 1 يعني. اقول لك حمودي قصدي صافي صافي اقول لك بس راح ادزلك البرنامج حمله ودزلي شير. عم بقول لك طريقه تثبيت لان هذا يقولون طريقه تثبيته صعبة مو شلون كان لانه اذا غلطت غلطة واحدة يروح البرنامج لازم تعيد التنصيب مرة ثانية. اقول لكم قول نزلوا انتوا اذا تريدون جي تي ال هاي الاونلاين. احنا هسه خلينا نجرب كاونتر. اوكي ماشي هسه اذا صارت ما كاونتر لا اسوي هذا الفشق مال كول اوف ديوتي مال اكونت ما ادري يصير يا اخي. لك هسه كذا راح تخبط. اقول لك ابو الصوف بس راح اضيفك من غير حساب اقبلني راح ادز لك عم ادز لك اياه لان ذاك حسابي مو فاتحه. والله على فيسبوك؟ اي العد وين؟ راح تجي يعني ربك. اقول لك لا ما راح اضيفك بس عاجز يعني ما تفتح. عرفني ايش صارت بالغلط ما بدي اكتب اي 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 كذاب طبعا كذاب خبلتني يا اخي. دا اقول له روح جيب وحده جديده يقول لي لا معتز بيها. يا اخي ما صار لي ابو هاي. لا هو وصلك حقه يعني يا اخي حاسبه شويه زباله شو يسوي الولد. كابي كابي فشلت الولد. وتتخلص منه حتستيمني بعدين. يلا دز لي شير دز لي شير. واني؟ ايه عاد منو ابوه؟ وصلنا صفك يا مكفري. يلا ابدا. يا الله لك هذا قبل لك صدق هاي من هاي بالصوره هاي انت محملها طلعت على بالي انت. لا يا عم يا ولد جبت الملا ماني بالضبط. شنو هذا؟ راح اسوي يلا وين اعزل البرنامج؟ اصبر دقيقة وين راحت؟ اي كود فوتوز اموت من الاي كود او اي كود. اقول لك انت كل ما تجوع بتلعب نفسنا خذ لك زقنبوت.
كلاود ضاع تيم فيور قصدي شو يسموه اندرتيجر ما ادري شو اسمه الله شوف اندرتيجر صار تيم فيور يا الله لك يلا مخبلتني بعد ما تقول ايش تريد شنو هاي ما راح ادخل على الفيس يا اخي حملت دي حمل بس والله اللي قاعد تلعبون وياي شوف شو اسوي بيكم كل هذا التحميل يا حيوان يا بش ما قاعد ينزل ها دس تباع ها ها هو غير واقف ها شنو هي بس شاقة يا ويل هاي وراها شي يسموها لا كعبا دارد اشتري شي يسموها نزل نزل كعبا دارد اشتري شي يسموها نزل نزل شلع الدورة يا انت شلع الدورة يا انت لا لا تخاف راسا هذي ارسخ حط على الديسكتوب كريديت هاي ليش على الديسكتوب ماكو داعي اوكي ماشي شو هذا خفيف بهاي اللحظة بس حظه طاح ظاهر كلش شو هذا خفيف ظاهر كلش بس مشكلة ما يدري بس مشكلة ما يدري ايا كلاب هاي شو هاي انا احسك وفتشيلكم يو هاف بين هاكت ما شاء سعد هالسويت ما شاء سعد هالسويت لك انا شعل سعد تغلس وانت الثاني محمد ايش سكتي يا كلاب والله ما في حاسب وراح افرمك لا 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 تخاف لا تخاف لا لا بنجربها بيك ما شاء سعد انا امنت ضاعت يطلع يا خاين يا عمي قاعد يقول الوطن عمي مش كده يا كلب يا عمي بالراحه مش كده يا عم يعدموا بالرصاص في ميدان عام اطلع يطلع ما ينزل اصلا اصبر اصبر بس اسمع جوسك ايمن اسمع كلام اسمع كلام كليك ايمن على افتح تاسك مانجر ما حيفيد ما حيفيد اسمع كلامي امنت بيك يا سعد مو امنت بيك قلت لك كيلو لا شوف بعد الى مصطفى لحظه اصبر هذا مو حكاك هذا مو هيك قاعد يفتح ملفات ويندوز بس كل شيء يسوي بس اعرف مدى كل ساعه قاعد تطلع لي ما قاعد تنسى شوف شلون تسده اسمع كلامي دوس كليك ايمن على افتح تاسك مانجر لك بابا ست شغله تطلع لي شغله شوف افتح تاسك مانجر والله يا سعد ماشي بابا بس افتح تاسك مانجر افتح تاسك مانجر دوس كنترول اوتو ديليت بس دوس كنترول ايوه دوس على ديتيلز ديتيلز وين معود؟ ما تعرف وين؟ اروح على البروسيسور لو على السيرفيسز لو على شنو؟ بروسيسز حتى قاس برنامج دور على اسم البرنامج شو اسمه هو كان؟ انزل 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 بعد ما طلع لي شيء بس افتح بس يطلع عندكم عيني ايش يطلع؟ ما يطلع شيء باوة والله ما يطلع شيء بس احنا في السوالف ونصوا عيني هذا جي اي دي ده شوفه دوس عليه كليك ايمن وين هو البرنامج هي هذا لك ذا هو جوا هات كلمة هذا ايرات كليك ايمن 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 دوس كليك ايمن انت بروكس تري 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 ايوه تري تري صح بعد كوش بعد كوش ميطلع لك وانتهت يا بخد واحد سعد امنت بيك شلون امانه يا اخي مجرد نصور فيديو والله لا اسوي فيديو اصبرني يا اخي شوف حتى ما يمسح ما يمسح هسه يمسح بعد انتهى هلا بس اسمعني ترى هذا ما هكرك ولا شيء هذا بس طلعت لي على الاغاني والشغلات شنو يا اخي هاي افتح لك لينك وافتح لك لينك على اليوتيوب كل شيء يسوي غير شيء والله ويفتح ملفات الويندوز جرب تفتح ملفات الويندوز كلها سيطلع لك هيك شيء صافي سعد اسكت يعني ما يصير هيك شيء عيب يا اخي والله انا عرفت من هالشغله اكو فد شيء عرفت والله سويتها بسعد سويتها بسعد مو من طبيعتك ايش يسموه يعني شعور هذا انتقم منك والله بس والله تقول لك مصطفى لا تزعل بس والله تقول لك مصطفى لا تزعل ربك لا تزعل شنو هاي الدور؟ اوه اقول لك ما سوى 3 مصطفى لا احكي وياي على الخاص اوكي نيتا سوى شيء بالغلط اوكي نيتا سوى شيء بالغلط اوكي
دياتا دي اسمع اسمع دوس افتح وياي على الخاص اقول لك مصطفى مصطفى ها ها دوس كليك ايمن على التاسك مانجر حتى تطلع لك شيء داخل النوب دوس كليك ايمن على التاسك مانجر افتح تاسك مانجر دوس كليك ايمن على التاسك مانجر والله على بابا 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 اي دي افتح التاسك مانجر افتح التاسك مانجر يا سعد افتح التاسك مانجر افتح افتح بروسيسز افتح بروسيسز فاتحه مهياته قدام عين حتى البيت انفتح لي بس ما عليك بي يا اخي ما عليك اكفل برنامج اسمه سي ام دي حتلقاها بنص سي ام دي اي سي ام دي حتلقاها بنص سي ام دي بسي شوف بسي يا اكو سي سي او زي اكو سي لا مو سي او زي غير سي ار سي ار سي هذا شوف انا هذاك واحد في فوق جوا اوقف اوقف اكو واحد مو مصطفى اللي بلاير جوا انزل 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 ايوه فوق اي دوس على كليك ايمن كليك ايمن اي دوس على كليك ايمن دوس اند بروسس 3 3 هاي ثالث واحدة 3 هاي دوس اند بروسس 3 دوس هاي شنو اوكي اذا ما انسدت بس سوي ريستارت للكمبيوتر بس تنسد اوكي بس سوي ريستارت للكمبيوتر بس اوكي والله بعد ما امن بيكم يا سعاد صبرني انت خلص يا اخي ما انا بعد قلبي لامن بيك انت اقول لك اسمع مصطفى جربها بغير واحد شوف شو يصير بيك هذا ما نجربها ايش ليش اجربها يا اخي جربت ابو صفا جات هواي ناس نصب والله يا اخي جربت ابو صفا جات ماكو ما ضايجه ماكو ما ضايجه اقول لك صفي صفي ابو صف لك ها ويا ابو صف ها ها ويا اقول لك ها شنو هاي صوتك مضايق احسك وفد شيء مختلف اخذك كمان عاودين خاف من هالكلين كاميرا هالدورة والله اقسم بالله ماكو بيها اي شيء تمسك الكود تمسك الكود عم تتاكد انت الكود تمسك الكود عم تتاكد لا تريد افتحها فحسبتها اويل اويل شير اويل شير افتحها فحسبتها اويل شير اويل شير سد الشير مالك سد الشير مالك انا عرفت من الاول مو معقوله اي شيء ملف صغير مال تصوير لي شوف معقوله اي شيء لي شوف برنامج مال تصوير هالحجمه لي شوف الشير هسه هاي هاي نصبه بيساعد تبع ويندوز 8 تختلف شوية تبع ويندوز 8 تختلف شوية اي ويندوز 8 حماية قوية اتصل شكله من زين اسمع اسمع شوف هاي مصطفى سعد يلا شوف هاي مصطفى هذا شيوخ مصطفى شير حسب سعد تعرفوا تشكيل ضعيفة مو اي شوف شاح السيبيا شوف صوت المروحة اي شوف شاح السيبيا اي من زمان يلا وصل الشير ولا لا اي من زمان يلا لا نبدا التحكير يما اقول لك كل شيء تمام هاي اقول لك كل شيء تمام اي مهايه تيفون دي اي مهايه تيفون يعني من دول اي حمايه قويه يلا ده تشوفون انه يب با شوف انه يب با الحاسم لك بس لا يوقف ها باع شوف كم شغل ده شوف نفس الشيء طب شنو قابل ما ينفتح اي شيء بعد تسمع المروحة طب واحد بلكي نازع شيء قد عيب يا اخي لا يفتح بس صور معينة احنا نختاريها مو صورة تقول لك يو هاف بين هاك والصور والفيديو يقول لك بي اغنية وبس والصور والفيديو يقول لك بي اغنية باع الحاسبة وقفت مدى بس ما يطلع غير صور يا اخي مو الشيء اللي ببالك صفي النية بس ما يطلع غير صور مو الشيء اللي ببالك صفي النية ده شوف كل شيء والله من اخترع حياة عبقري مانجر اي اي ما شاء الله عليكم انا حمودي اي اي ما شاء الله عليكم لا لازم تسوي في سي ام دي من الديتا من الديتا من الديتا لا لازم تسوي في سي ام دي من الديتا من الديتا من الديتا ايه بعد ما بعد تسمع انت عن 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 ما تخليك بعدك واحد على السده اكو ما البرنامج نفسه سي ام دي وقف وين الدبي هذا او شو اسمه شو اسمه شو اسمه شوف اي جي دو حجي شوف الجي شو اسمه جي خلاص معنا هو راح اي جي جرب تغلق البرنامج شوف ما عندي جي خلاص معنا هو راح
مصطفى صدق ربي صورة ربي صورة ربي صورة ربي صورة حتى يتأكد. بس قلت له مضحك من البداية. مصطفى يعني ما بيها الشيء ترى. مصطفى. طلعت مصطفى. الو وياك. اي اقول لك وتي تجرب زيادة تدري شو تسوي؟ شوف شوف على الشير. عم يتأكد لك. تعال بس افتح لي السي ام دي. اقول لك وتي تجرب زيادة تدري شو تسوي؟ شوف لك يا بتأكدنا بس مو انتو يعني خرعتونا يا اخي ادري هي لازم تغير افتح السي ام دي افتحها واني مأمن ام فوق ياها مثلا شوف شوف مثلا اقول خلي يفتح الفيسبوك دوت كوم يدوس انتر ويطلع طبعا ساينس سويتها غلط يطلع الفيس بدل ما يطلع الفيس احنا قلنا لك يطلع لك هذه الصور يقول لك يو هاف بين هاك حط الكويز ورا يطلع لك اغنيه حط تذكره ويطلع لك ميتشي حط لك قلبك ورا يطلع لك اغنيه حتى تستنى وطلعت ميتشي حتى يلقى قلبك الله حمولي والله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتو شفتوا الصور مصطفى فبس احنا ريدنا نرويكم الطريقة الصحيحة حتى تسدها برنامج وتنزل. الطريقة الصحيحة هي يعني تفتحها وتخلي الضحية مثلا تفتحها. طبعا الموضوع شقة مو جد فلا تسووها وغير سوالف كل شي بيسوي لها كوالي شي ف عندنا هاي مثلا الفيديوهات اللي يفتحها وصور الدنيا وش ما يفتحها فندوس هنا كليك ايمن تاسك مانجر حتى نسده منين طبعا حين تاك ميتشي اهملها البوندوز 7 تدوس على بروسيس هنا تاري البوندوز 8 تدوس على ديت ننزل ننكها برنامج اسمه GAD ريك دوس على كليك ايمن دوس بروسيس 3 اند بروسيس 3 مو اند تاسك اند بروسيس 3 ندوس عليها حيقول لك end first seed ولا yes انتهى كل البرامج فتحها انسدت وبعد ما عندك اي مشاكل طبعا يعني الموضوع مو شغال هاي ان ريت تسووها بعدة ناس تقدرون وتزلنا تصوروها يعني فيديو عندكم كام ستوديو تقدر تنزل على الانترنت وتصوروها تزلوها لنا على ايميل قناة الظهر على الشاشة نتمنى عجبكم الفيديو صوروها اذا جبنا فيديوهات كفايه وعجبتنا هنسوي لكم منها ميكس ونحطكم اساميها على الفيديوهات ونشرها بالقناه تعرفوا قناتنا وشكرا جزيلا.